الصغيرة لم تكن تسمع صوت أمها، تراها تحرك الشفاه لتنطق أحبك ابنتي، لكنها لا تسمع، فهي مصابة بالصمم. تخيلوا حاجتها للسمع في موقف كهذا، وفي 100 موقف آخر. لكن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة غيرت مسار حياتها بشكل كامل، إذ أجرت وزارة الصحة الإماراتية عملية زراعة القوقعة للطفلة في الأذنين بتكلفة تزيد على 100,000 دولار مجاناً. أجريت العملية في الأذن اليمنى عام 2017 ضمن مبادرة ساعدني أسمع لمساعدة الأطفال فاقدي السمع من غير المواطنين ومن ذوي الدخل المحدود على استعادة السمع من خلال إجراء عمليات زراعة القوقعة. أما العملية الثانية فأجريت بعد نشر أم الطفلة فيديو لقصتها عبر حسابات إكسبو حيث كانت تعمل، إذ أتت الموافقة من وزارة الصحة فورا ودون أسئلة أو تعقيدات. عاد للطفلة السمع، عادت إليها الحياة، والآن تسمع أمها تقول: أحبك ابنتي.